مساء الخير جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم فاطمة معروف من كندا. أنا محللة وفاعلة سياسية وجمعوية منذ عدة سنوات، واليوم غنطرق لواحد الملف ديال معتقلي الرأي بالمغرب. شنا بزاف ديال الأحداث مؤخرا، أنهم دخلوا في إضراب عن الطعام، شنا الآن أنا كنت كنتصفح وشفت انهم مام شي حاجه بحال الهز ديال الكفين وشي حاجه بحال هكا. دونك انا جيت باش غنشوفوا كيفاش غنحركوا هذا الملف. كنعرفوا في المغرب ان عندنا معتقلين الراي عده بليزور كاتيجوري، يعني عده فئات. كاينين المثقفين اللي هما خاصه الصحفيين والمثقفين امثال كاين وعشرين، كاين منجيب، كاين الريسوني، كاين اسمحوا لي انا ما ذكرتش كاع الاسماء لان ما غيمكنليش نتذكر جميع الاسماء. وكاين المعتقلين ديال المطالب الاجتماعيه مثل الناس اللي خرجوا يطلبوا غير بجامعه ومستشفى ومدارس، وتم اعتقالهم في اطار حراك الريف وحراك جراده. وكاين واحد الحراك انا حيت هادشي شفتو شحال هادي، حراك في الجنوب ديال المغرب، بلاصه ما عرفتش واش تيزني تارودان، ديك النواحي كانوا الناس تما ايضا. دونك عندنا فئه اخرى ايضا اللي ما خصناش نساوها، وهما اليوتيوبرز. اليوتيوبرز بحال انا ما كنتش كنعرف هاد الناس، اليوتيوبرز بحال مول كاسكيطه بحال بودوح. دونك عندنا عده فئات ديال معتقلي الراي، وخصنا ما غادي نجمعوهم كاملين في ملف واحد. انا ما كنتش كنعرف هاد الناس. كيفاش تعرفتهم؟ عرفتهم بهذوك كيفاش تعرفتو؟ معرفتهم بداكشي اللي تلاح في الصحافه ديال غادي يقوموا يعني بمحاكمه او برفع قضايا على اليوتيوبرز وعلى الناس الخارج اللي كيهضروا على الفساد. من تما بديت كنطابي، كانوا كاتبين زكريا، شفت مكتوب زكريا مومني، انا ما كنعرفوش كاين هنا في كندا. انا كنت شفتو شحال هادي، وكنت كيصحاب لي كاين في فرنسا بزاف الاسماء اللي انا ما بحال اليوتيوبرز الفلالي بحال ما كنتش كنعرفهم. هاد الناس عمرني ما شفتهم حتى هما كتبوا، ومنين طابيت هاد الناس وليت تنقول او هادشي عندنا كاع حنا في الجاليه وانا ما عارفاش، زعما هاد الناس ما عارفهمش. بديت كنكتب معارض، بديت كنكتب المعارضه، هذا كيخرجوا لي، بداو كيخرجوا لي هكا ديال الناس في اليوتيوب. وعاد بديت كنتعرف على بزاف 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 ديال الناس، وهاد الناس غنحتاجوهم بزاف في هاد الملف، لان هاد الناس هادو ما يمكن ليهمش. حنا صافي زعما عدة سنوات وحنا كنخرجوا، من ضمنهم انا كنخرجوا كنطالبوا الملك باش يعفو على هاد الناس. مؤخرا شنا الملك عفى على 756 واحد، من ضمنهم 75 واحد من مافيا العقار. هذه معلومات اكيده. انا 75 علاش يعفيو على المجرمين ديال بصح 75؟ وشتو المظاهرات اللي قامت بها الجاليه في فرنسا وفي عده دول اخرى، في امريكا وفي عده دول اخرى، بسبب مافيا العقار اللي تفلات عليهم ودات لهم الفلوس وما عطاتهمش المنازل في المغرب. دونك ماشي هو هذا الموضوع، الموضوع هو معتقلي الراي بالمغرب. انا ما غاداش نطول عليكم بزاف باش الميساج يكون قصير مفيد ومشي نيشان ونعرفوا شنو كنديروا. دونك انا قبل ما غادا نهضر على الملف كيفاش غندير ليه، غنادي على جميع الرجال، ماشي اشبه الرجال، ومن هذا المنبر هادوك المرتزقه وهادوك الدواب الالكتروني اللي كنتو كتفرجوا فيا، سيروا في حالاتكم دابا نبلوكيكم بلا ما تجيو لعندي. اللي كنهضر مع الناس، مع الشرفاء عبر العالم، اكتشفت عندنا بزاف ديال الشرفاء عبر العالم. اكتشفت كاينين مغاربه اللي مظلومين وما عمرني انا ما كنت عارفه القصه ديالهم، عاد بدينا كنكتشفوا حتى خرجت هذا الشيء ديال دي اس تي، بداو كيهضروا على المتابعات، بدينا كنكتشفوا الناس. واحد تيديك الواحد، واحد تيديك الواحد، كتدخل تكتب في اليوتيوب سميت هذا، كيخرجوا لك سميات اخرين معاه، وكتبدا تعرف على هذا وهذا، وكتشوف تتقول اه هادشي كاع حنا عندنا في العالم في الكوميونيتي. والله حتى عندنا يعني من جميع، لا تجمعنا حنا خطر، لا تجمعنا من كاع هاد الناس اللي كاينين في العالم ومشينا بهذا الملف. اولا حنا عايشين، انا صافي
يعني ازيد من 22 سنه وانا هنا بكندا والنواحي، يعني عارفين سيستم البلاد، عارفين القانون، عارفين كل شيء، وشنا التحركات ديال الدبلوماسيه المغربيه والسياسه الخارجيه، وشنا واحد الغباء كبير جدا وعدم معرفه ماشي غير القانون، لان ملي كتعيش فواحد البلاد ما فيهش القانون، فيه طريقه التصرف، طريقه المعامله اللي كتختلف من دوله لدوله، ماشي بحال بحال. وشنا يعني اللي عندنا الدبلوماسيه والسياسه الخارجيه تحت الصفر، وشنا يعني على مدار يعني الحكومه المغربيه يعني في جميع يعني الوزارات والمؤسسات من غير هذوك اللي بوتيت باقيين من الحسن الثاني ولا شنو، هادشي كامل اللي كنشوفوه كنشوفوه دون المستوى وتحت الصفر. دونك هاد الناس ما غاديش يكونوا قدنا وما غيعرفوش بحالنا كما حنا كنعرفوا القانون الدولي وكما حنا كنعرفوا القوانين ديال هاد الدول وكيفاش نتعاملوا معها وشنا هي الدواليب وكمنين نخرجوا ومنين ندخلوا. دونك غادا جو في رابيل، وسمحوا لي الا نسيت شي وحدين. انا اولا انا لست انا مع الصحراء المغربيه، انا لست ضد النظام المغربي وضد الملك، انا مع الملكيه البرلمانيه، الملك ديالنا مع مهم المغرب ملكيه بحال تقريبا بحال اليابان اللي كتفوتوا بشي شويه، يعني من اقدم الملكيات في المغرب. حنا باغيين غير الاصلاح وغادي نساهموا في هذا الاصلاح، لان انا شخصيا تعرضت للظلم وتعرضت للترهيب والتهديد بالقتل ومحاوله القتل من طرف الدبلوماسيه المغربيه بكندا والخليه الارهابيه التابعه لها، وانا كنحس بهاد الناس اللي تعرضوا للظلم. انا عندي الجنسيه الكنديه وعندي يعني عندي ماشي شخصيه ماشي معروفه، شخصيه معروفه هنا وتعرضت لكاع هذا الشيء، فما بالك بالناس اللي كاينين في المغرب. دونك انا كنحس بهاد الناس مزيان، داكشي علاش حتى شي واحد حتى شي واحد ما قام بشي مبادره، ماشي الهضره الهضره غير الهضره واطلقوا صراح، لا راه ما بقاش، راه شحال من عام حنا كنقولوا اطلقوا صراح اطلقوا صراح، ما كاين ما اطلقوا صراح. دابا غاديين وتينتقموا منهم وتفرقوهم شناهم في السجون، قتلوا ليهم السجون وعلم الله شنو واقع تما لداخل. دونك غادا نذكر بعض الاسماء، هاد الناس هادو بغيناهم ينضموا لهاد هاد المبادره اللي انا غادا نقترح باش ان شاء الله نخرجوا الخوت ديالنا من سجون الظلم والعار في المغرب. دونك غادا الناس اللي ما كنتش انا كنعرفهم كاينين هنا، ما كنتش كنعرفهم يعني ما عرفاش القصه ديالهم. كاين زكريا مؤمني، كاين غير في كندا، كاين انا، كاين زكريا مؤمني، كاين واحد السيد في اوتاوا تبارك الله وصلى على النبي، هو حتى هو قديم راجل يكون قد بابا الله يرحمه، وكان كان يشتغل بالجيش المغربي كطبيب، وانا ما يعني الصفحه ديالو ما تليتش لقيتها، ولكن عارفه ان عنده قناه وكيهضر، هو معارض ماشي بحالي انا، ولكن حنا واخا انا ما كيهمنيش يكون معارض للنظام ولا يكون مع الملكيه، المهم غنتجمعوا، لان شنو كيجمعنا؟ كيجمعنا ان هاد الناس هاد المعتقلين الراي ناس مظلومين، واننا كلنا يعني كنتفقوا على انهم مظلومين وعلى اننا خصنا نديروا شي حاجه باش نعاونوا هاد الناس. دونك غنتجمعوا، واخا يكون انا ما كيهمنيش، انا هنا في كندا كنخدم مع، ما كيهمنيش انسان يكون عنده تدين عنده الدين من حزب اخر ضد الحزب ديالي، ماشي مهم، المهم اللي كان يكونوا عندنا نفس الاهداف كنخدموا اونصومبل جميعا. دونك باش تكون شي حاجه واقعيه وعلى ارض الواقع، كاين هاد الناس في كندا، كاينين اليوتيوبرز اوسي، كاين اليوتيوبرز اللي في الميريكان، كاين واحد الاستاذ جامعي ما بقيتش عاقل على الاسم ديالو بجامعه واشنطن، عندي في لي نوت كاتبه السميه ديالو، سمح لي ما عقلتش على الاسم ديالو، حتى هو ناض هضر على كان حتى هو ضد التطبيع وكان شرح حتى هويا القانون كيما ماشي كيما شرحته انا، مي قام بواحد التدوينه واش العالمي والله ما بقيت عاقله سمحوا لي، استاذ بجامعه واشنطن، هذا في امريكا، وهناك ايضا معارضين في امريكا. انا كنادي على الجميع اللي بغى يعني يلتحق بهذه المبادره لمساعده، ماشي المساعده ديالهم، لاخراج المعتقلين الراي بالمغرب من السجون. كاين في انجلترا كاين هذاك الاستاذ اللي كيضحكني وداك الشعار ديالو مستر لورد ابي،
مهم هذاك الشعار ديالك زوين، غير انا حشمت نقوله باسكو انا قالوا لي كيتصنتوا للاطفال، واخا انا كنخرج في الليل كنهضر كيستمعوا لي الاطفال والاسر وداك الشيء، ما نقدرش نقول هذاك. المهم الميساج ديالو هو تيقول لك خدم، ولا هذيك تيقولها بطريقه زنقويه، ولكن خدم ولا سير في حالاتك. انا غنقول لكم خدم ولا سير في حالاتك، ولا كنتي غتشوفني على اللورد ابي قول لنا احنا مغاربه العالم واش نقدروا ناخذوا هذاك الشعار ديالك وردوا شعار مغاربه العالم، واخا في ديك الكلمه غادي نقولوها نردوا شعار مغاربه العالم، خدم ولا سير في حالك بهذيك الكلمه ديالك. واللي بغى يتبرع في هذيك الهضره ديال اللورد ابي مشي عندو، راه عنده واحد القناه. المهم وكاين استاذ اخر في انجلترا، كاين الدكتور بن عيش، حتى هو اللي بغى يلتحق معنا. كاين في اسبانيا كاين واحد الصحفي كان كيشتغل مع المخابرات المغربيه وخرج فضحهم في بزاف الاشياء وعنده قناه. هادو ناس كاين اللي معارض للنظام كاين اللي ماشي معارض، حنا ماشي معارضين للنظام، ولكن غنجمعوا هاد الناس اللي غيقدروا، حيت هاد الناس نقول لكم ابريتان نجمعهم لكم وغدا نقول لكم شنو كيجمع هاد الناس. كاين هذا في اسبانيا فريد شي حاجه، فريد عنده واحد القناه اف بي ان بنت. انا هادو عاد اكتشفتهم تا خرجت هادشي للمغرب، بغاو يدعوا اليوتيوبرز وداكشي، انا عاد تنكتشف هاد الناس. كاين هاد فريد في اسبانيا، كاين عندنا واحد القاضي في فرنسا، اسمح قنديل، القاضي قنديل، الاستاذ القاضي قنديل بفرنسا. شكون كاين اخر؟ يا ربي يا ربي يا ربي، كاين واحد انا عدت نكتشفه، هو قال لك من 2011 هو تعرض للتعذيب في المغرب وعنده جنسيه المانيه، وهو سميته محمد حاجيب. وي سي سا، هذا هو هذا راه بقيتو تعذبوا فيه حتى ولا كيسمي المملكه المغربيه اللي هي بلاده مملكه الرعب. هاد الناس كلهم ترى حتى واحد فيهم ما ضد النظام، حتى واحد فيهم ما ضد الملك. هاد الناس خديتو لهم الحقوق ديالهم، كاين اللي عذبتوه في ماشي كاملين، مي كاين فيهم اللي عذبتوه في تعرض للتعذيب. باش بغيتو يقول لكم لا انسان عذبتوه خديتو ليه الحقوق ديالو، شنو بغيتي ولا كيسميها؟ والله انا كتشوفو كيقولها من قلبه مملكة الرعب، من قلبه. هذا راه عنده جنسية ألمانية، ودخلوا شوفوه راه بالسمية ديالو محمد حاجيب. هذا الإنسان تا هو، لأن هاد الناس هادو سمحوا لي إلا ما ذكرتش، واليوتيوبرز في الأخير غنقول لكم نتوما شنو الدور ديالكم. واللي بغى يلتحق بينا مرحبا به، يتصل بيا. هاد الناس كلنا حنا شنو كتجمعنا؟ كتجمعنا أننا تظلمنا من طرف السلطات المغربية سواء في المغرب أو خارج المغرب. شنو كيجمعنا؟ كيجمعنا أن ناس ما كان لا نستسلم ابدا، وشخصيات كل واحد شخصيات قويه جدا، وشخصيات يعني شرفاء المغرب، يعني الا خدا شي قضيه غيمشي بها حتى يوصلها، ما غاديش يتنازل وغيمشي. شي دابا هددتونا بالقتل، هددتونا ما خليتونا، قلتوا انني منوعه من تيريتوار ماروكان، وخليتوني ما شفتش ماما وماتت ماما وما شفتهاش، ما خليتو ما درتو ليا. انا راه كنامن وقاعد الناس غيكونوا حتى هما بحالي، لان ما اكتشفتهم الا شفت فيهم بزاف د الحوايج كنتشابهوا فيهم. الموت بيد الله عز وجل، ولا تدري اي نفس باي ارض تموت، متى تموت وكيف تموت. ملي كنتخلقوا كيكتب لنا ربي، ولا جات الموت مرحبا بها. شو الناس كيموتوا بحال الدبان غاب كورونا، ولينا كنسمعوا موت الغفله كل نهار. كتفتح مواقع التواصل الاجتماعي تيبان لك إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذاك الموت مرحبا بها لا جات. حتى أنا عندي أطفال صغار وداكشي، ولكن ربي ملي كيكتب على الواحد شي حاجة راه كتجيب أي حاجة، كورونا، موت الغفلة، هذاك التهديد ديالكم غاسروا بالله وشربوا ميتوا ما عندكم. ما تصوروا منا اللي مكتب ليه ربي شي حاجة راه غتجي له حتى لعندو، واخا يكون في قصور مشيد ولا يكون فوق الجبال غتجي له حتى لعندو. المهم والله خير حافظة. هاد الناس هادو انا كندير يعني كنادي لهاد الناس باش غنديروا واحد التنسيقيه عبر العالم، وغنشدوا هاد الملف، الملف ديال هاد المعتقلين. ومن هاد المنبر انا كنادي، حيت انا ما عارفاش ليستوار ديال هادوك الناس اللي في المغرب وما كنعرفهمش بزاف، انا صافي لونطون وانا يا برا. دونك هاد العائله ديال هاد الناس، لا هاد الصحفيين، لا معتقلين الراي، لا الناس ديال الريف،
للناس ديال جرادة، للناس ديال هادو اللي خرجوا عاد خرجوا دابا في نواحي الحسيمه حتى هما راه تعتقلوا وخرجوا غير باش يطالبوا باطلاق سراح المعتقلين الريف، حتى هما خذوا منهم هادوك لي ليدر ديالهم جمعوهم واعتقلوهم. للناس اللي في جرادة ولا اللي في جنوب المغرب ما بقيتش عارفه اين مدينه، وهذوك اليوتيوبرز مول كاسكيطه وهذا الناس العائلات ديالهم، حنا خصنا نكونوا واحد الملف. ما غاديش مثلا نقدموا ب 20 مثلا بوحدو ولا الراضي بوحدو ولا منجيب ولا بوحدو، غنجمعوا هذا ملف كامل، ملف ديال هاد الناس كاملين، وهاد الناس ديال الخارج ما كيبغيو ما قل ودل. يعني كل ضحيه يكون عنده صفحه، غادي تكون التصويره ديالو، المهنه ديالو، والتهم اللي تلفقات ليه، ياك كل واحد صفحه، كل واحد صفحه. وغنجمعوا هذا الملف كامل وغنديروا ليه رساله وحده وغيقدمها. علاش انا هضرت على هاد الناس كلهم اللي كنشوف فيهم شخصيات، وكاينين ناس اخرين ربما انا نسيت الاسماء ديالهم يسبحوا لي. هاد الناس كلهم مني انا وجبت غنشد هاد الملف هذا ملي غنصوبوه غيكون حيدوا عليكم العربيه، لان حنا بغينا غنمشيو للدول خاصة للجيفا، غنمشيو للدول يعني المتقدمة، كندا أمريكا، خاصة كندا وأمريكا وألمانيا إنجلترا، خاصة هاد الدول هادو غنقدمو الملف. مثلا هنا في كندا نقدر أنا نقدم الملف، ونقدر نقدم معاد نقول لهم أنا شوش دارو ليا، نقدم الملف ديالهم، ولا نقدر المهم سا ديبون. المومني زكريا المومني قدم الملف ديال كاع هادوك المغاربة مع القضية ديالو، شو هاد الناس داروا ليهم، شو حتى انا راه داروا ليا نفس الشيء وانا كاين في كندا. داك السيد اللي تعرض للتسمم حتى هو يا محاوله القتل كاين في اوتاوا، حتى هو يهز الملف واحد. وهذا الشيء ماشي مثلا، نعطيكم انا مثال ديال كندا غنقدموه للحكومه الكنديه هذا الملف، لان هذا هو فيولاسيون دي دووا دو لوم، انتهاك حقوق الانسان. هذا انتهاك حقوق الانسان راه جريمه دوليه. ملي كيمشي هذا الملف هذا ياك كنحطوه للحكومه الكنديه، كنحطوه للبرلمان رئيس الوزراء، كنحطوه للبرلمان، كنحطوه لرئيس المعارضه، وكنحطوه لوزير الخارجيه. غير في مثلا في دوله كندا غيتحط 4 ولا 5 البلايص، غيتحط هذاك الملف. مثلا انا غنشد داك الدوسي بلونغلي ولا بالفرنسي غنديه وغادي نحطو ولا غنصيفطو مسجل، وغادي نبقى نتابعه يتحط عند كاع هاد كاع الناس. شي داكشي اللي المغرب ما عرفش يديروا في قضيه الصحراء، هذيك الدبلوماسيه اللي كان خصها دار في ملف الصحراء، وهذوك الاغبياء ما عرفوش ليه، حنا غنديروها في ملف المعتقلين وغنديروها دوليا. انا كنعطيكم غير مثال كندا، نعطيكم مثال كندا وامريكا، ولكن غنديروها في دول جي 7 جي باردون 20 ماشي 7، وغنديروها في هذا مجلس حقوق الانسان بمنظمه الامم المتحده. مجلس حقوق الانسان فيه 47 دوله، هذوك 47 دوله كل دوله غيتحط فيها يتحط ليها الملف في المكتب ديالها في جنيف في سويسرا. كل واحد في المكتب ديالو في جنيف غيتحط ليه، وشوفوا دابا داك المغرب شوفوا راسكم فين غادي توليو. غنحطوه في كندا في 4 ولا 5 البلايص، ونبقاو متابعينه فين وصل، لان جميع الدول اللي سنات مضت على اتفاقيه احترام حقوق الانسان ملي كيوصلها ملف دابا، واخا كاينين هادوك التقارير ديال هيومن رايت ووتش وصحفيين بلا حدود، هادوك كيبقاو منظمات غير حكوميه وما عندهمش واحد الثقل عالمي، وما عندوش ما يقدرش يمشي عند حكومه ويقول لها ديري ولا فعلي. الوغ كو حنا لهزينا داك الملف وحطيناه لكندا، وحطيناه لمجلس الشيوخ في امريكا، وحطيناه للحكومه الامريكيه، وحطيناه لهنا، كنحطوها امام الامر الواقع اوفيسيالمون رسميا. انت راك امريكان، راك وقعتي على اتفاقيه احترام حقوق الانسان، المغرب لا يحترم اتفاقيه حقوق الانسان اللي مضى عليها. وملي كتحطو حيت هادشي، كاينين امثله لدول اخرى اللي لا تحترم حقوق الانسان وتقدموا ناس بملفات، شنو كتخاد عقوبات على هذيك الدوله. مثلا المغرب حنا ما غنبغيناش نوصلوا لهادشي، ولكن نتوما ملي وليتو كتنتقموا من المعتقلين الراي، وليتو غادي ما عرفتوش المغرب بحال ما فيه لا باردون، ما فيه لا حقوق، ما فيه لا عداله، ما كاينش لا جوستيس، ما كاينش لا جوستيس. اللي هضر على شي حاجه
قال الراي ديالو كيلفقوا باردون كيلفقوا ليه تهما. دونك هاد الدول اللي صناو راه واخا منظمه هيومن رايت واتش تجي وتعطيهم الملف راه ما عندهاش الثقل لانها منظمه غير حكوميه. لا مشاو مغاربه او مغربيه انا ولا زكريا مومني ولا داك السيد اللي في اوطاوا زينا الملف حطينا للحكومه الكنديه اللي صنات على اتفاقيه احترام حقوق الانسان كنحطوها امام الامر الواقع. المغرب لا يحترم حقوق الانسان اذا خصها تدير لي عقوبات واي دوله غدير لي عقوبات غنمشيو نحطوه. لكن انا كنادي على الناس في الولايات المتحده الامريكيه حنا بغينا الناس اللي عنده الجنسيه في هذيك البلاد اللي ما عندوش الجنسيه يدخل يعاوننا برايه في القانون الدولي في حوايج اخرى. كاينين ملفات اخرى غير ملف المعتقلين غادي نطرقوا لها يعني فيما يعني لاحقا. دونك هذاك مثلا في امريكا الناس اللي عنده الجنسيه الامريكيه اللي ملي كتكون عندك جنسيه الدوله راه ماشي بحال انت ما منظمه غير حكوميه ولا ما عندكش الجنسيه ديال ديك الدوله. انت عندك الجنسيه الامريكيه والجنسيه المغربيه يعني كتقدر تدافع على هذوك المغاربه وتمشي تصيفط المجلس الشيوخ الامريكي لانه هو اللي كيبت الاتفاقيات وفي السياسه الخارجيه وحتى وزير الخارجيه الامريكي ورئيس الولايات المتحده الامريكيه غنحطوا له الدوسي. الا ما كان حتى واحد في امريكا انا من هذا المنبر نتكلف بالدوسي في كندا وفي امريكا ولكن كنفضل يكون شي واحد اخر من امريكا وما يكونش واحد في كل دوله يكونوا جوج وثلاثه. مثلا حنا نكونوا ثلاثه في كندا يكونوا ثلاثه في امريكا يكونوا ثلاثه في المانيا ولا على الاقل جوج ما يكونش واحد في كل دوله يكونوا جوج ولا ثلاثه في كل دوله. والدول دابا الحكومه بغينا نبداو بميريكان وكندا شمال امريكا هي الاولى. الدول هذه هي اللي عندها واحد الثقل فيما يخص حقوق الانسان والمانيا ايضا انجلترا. يعني انا ذكرت اسماء مي حتى دوك الناس اللي في هونغ كونغ في الدول الاخرى اي دوله زادت راه هي مزيان غنحطوا ليها الملف. غير الملف خصو يكون مقاد مزيان كما قلت لكم. هاد الناس ما تيبغيوش تعاودوا لهم قصه حياتكم كيبغيو طك 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 يعني لي بوين نقط ها ها هادي 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 وتمشي ليه الكونكلوزيون. هاد الناس ما كيبغيوش تبقى تحنش ليهم دونك كتمشي ليسونسييل وداكشي يكون مبسط باش يكون كيوصل الميساج لكلشي. الدوسي يكون ان شاء الله يتجمع يدار بالفرنسي باش نعطيه للناس الحكومات اللي الفرنسيه واحسن حاجه يكون بلونغلي. كندا انغلوفون فرانكوفون على فوا بلونغلي يتحط للناس باش تمشي نيشان الميساج. لا صوبتوه لا كانوا الناس انا حيت انا خدامه وعندي وليداتي وهذا الوقت هذا والله حتى كنسرقوا من العائله من وليداتي وكنخرج لعندكم. لا كتبتوه بلونغلي انا نصحو لكم لا يعني نعاود القراءه ديالو بالفرنسي او بالانجليزيه نعاود القراءه ولكن تصحيح ولا شي حاجه نصحح ما باش انا نكتبو لكم ولا شي حاجه راه انا ما عنديش الوقت. اما هذيك الرساله نقدروا نشوفوا نصاوبها ما يكونش غير الراي ديالي. انا بغيت نكونوا يعني داكشي اللي ما كيعرفش المغاربه هذوك الوزارات المغرب وهذيك الخارجيه والداخل كاع هذوك اللي في المغرب ما كيعرفوش ليه حنا غنديروه داك لو طرافاي ديكيب وليكيب انترناسيونال ماشي ايكيب غير ديال كندا. كل دوله غتكون فيها نسميوها تنسيقيه مغاربه العالم للدفاع عن معتقل الراي بالمغرب وكون كل دوله فيها الممثلين. كندا فيها ثلاثه امريكا فيها ثلاثه انجلترا فيها ثلاثه المانيا فيها ثلاثه فرنسا فيها ثلاثه اسبانيا فيها ثلاثه وسير سويسرا فيها ثلاثه. سويسرا خصنا ضروري يكون عندنا حيت تما محكمه المحكمه في لاهاي هذيك اخر حاجه كيمشي لها الواحد. دونك خاصنا وحتى مجلس حقوق الانسان وكل شيء راه كاين في لاهاي في سويسرا. دونك هذا هو ما عرفتش انا واش فهمتوني والميساج وصل ولا ما وصلش. المهم الا ما وصلش كتبوا لي نقدر نعاود نخرج لكم في شي مباشر اخر ونشرح مزيان. دونك بغينا نصاوبوا داك الملف يكون ماشي فيه غير دوك السته اللي خرجوا بو 20 والراضي ومنجيب والريسوني. بغينا كاع المعتقلين في المغرب باش يكون عنده واحد الثقل. بغينا المعتقلين ديال الراي المثقفين بغينا ديال حراك الريف حراك جراده اللي تحد ما تهضر عليهم هذوك الناس مساكن اللي شنا التصاور ديالهم. واحد المدينه كاينه في جنوب المغرب بغيناكم تجمعوا لينا هذا الشيء الناس اللي شتي دابا نتوما المغرب ياك كاع الشعوب كتحرك. حنا ما قلناش لكم خرجوا وتحركوا حنايا هنايا ياك مؤخرا البارح الحاكمه ديال كندا ياك الحاكمه ديال كندا هي فوق من رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو ياك
حاكمه كندا ماشي لقاو عليها ماشي سرقات ولا شي حاجه، كون سرقات غاديك الشوهه العالميه، كون استعملات ماشي سرقات، استعملات اموال الدوله في شي حاجه مشات فيهم الوطايل ولا شي حاجه يحيدوهم ليها ويحكموا عليها بحال اللي داروا هذيك اللي قبل منا حكموا عليها. دونك هذه مشات دارت لهم غير ان انفيرونمون توكسيك في لو طرافاي، بلا ما سجلوها ما والو، غير وحده واحد خدامه معاها تيموانيات ان تيموانياج يعني قالت لهم بانها راه كتشد ليهم شد ليا نقطع لك في الخدمه، ان انفيرونمون توكسيك شد ليا نقطع لك في الخدمه وشد معاهم دايره لهم السم في الخدمه. صافي داروا عليها ما عرف شهدوا عليها هذوك اللي خدامين معاها وهي اضطرت انها تستقل. هذه الحاكمه العامه لكندا هي استقلت البارح. هنا المغرب ما كنشوفوش الفاسدين كتحكموا على الوزراء، عملنا ما شفنا شي وزير حكمتوا عليه ومشى العكاشه ودخلوا بقى تما تا هو 20 عام، ماشي السفسافي اللي عطيو 20 عام عطيو شدوا هذوك اللي شفروا ياك شتو جدو خرج لينا بالتقارير، هما فينا هما لينا هذوك التقارير هذوك الوزارات كلهم اللي فيهم الفساد، علاش ما حكمتوش عليهم؟ علاش ما شديتوهمش؟ ها هادو ملفات اخرين. المهم ما غنخرجش على الموضوع لان الملف هو معتقلي الراي ونبقاو في معتقلي الراي بالمغرب. دونك بغينا الملف ديال هاد الناس مجموع وغنديروا ليهم ليتر وغنجمعوهم وغنحطوهم عند هكا غادي اون فافير لا بريسيون سور لو ماروك كومون ديراج اون عرب بالعربيه، غادي نضغطوا على المغرب لان المغرب ما بغاش يفهم راسو ما فهمناش حتى الا بغيتوا كاع داك بغيتوا الصحراء المغربيه بغيتوا، راه اول حاجه غيطلبوا منكم هو الديمقراطيه اللي ما كايناش في المغرب، والديمقراطيه ها نتوما معتقلين الراي شادينهم حتى لا يديروا لكم حتى كاع لا انو جات با لو دوسي حتى لا هذاك الملف لم يجمد، غيطلبوا منكم شروط تعجيزيه مثل الديمقراطيه اللي ما كايناش لا توجد لا ليس لا يحس في المغرب. المغرب ولينا كنحسوا به بحال فيه غير العصابات، ما كاينش مؤسسات، كاينين اشخاص كل واحد بحال هذاك الشيء اللي كنشوفوا هنا في كندا. الدبلوماسيه المغربيه في كندا دايره لنا العصابات، دار المغرب دايره عصابه، السفيره دايره، كل واحد داير عصابه، السفيره دايره عصابه، كل واحد كيدابزوا بيناتهم. داك الشيء في المغرب، داك الشيء جابوه من المغرب، جابوه لهنا، داك الشيء اللي عاشوه في المغرب، وكل واحد فيهم عنده عقده، هل اللي عنده عقده من ليزانتيليكتوال، هل اللي عنده عقده ما عرفناه، كل شيء معقد، عايشين في الدول المتخلفه تيكبروا معقدين وتيجيو لهنا تيتصاطحوا معنا حنا كبرنا هنايا. المهم ماذا ايضا انا كتبت النقاط بوتيت دونك بغينا الملف في جميع هاد الناس اللي تعرضوا للظلم والاعتقال ديال الراي، وبغيت انا ما عنديش هذاك التقرير ديال التقرير ديال هيومن رايت واتش راه كاين في السيت ديالهم، والتقرير خصنا ديال مراسلون بلا حدود حتى هو نديروه مع الملف. وانا كنقترح لهاد الناس كلهم اللي عندهم شخصيات، هاد الناس اللي كنشوفوهم دابا كيدافعوا على القضيه ديالهم، غندافعوا على القضايا ديالنا كاملين اونصومبل، ما يبقاش كل واحد يخرج بوحده وغادي وكيهجموا عليه بوحده، غنبقاو بحال دابا نخرجوا كاملين، ما يخرجش كل واحد بوحده. وانا كنقترح التنسيقيه، بغيتو ديروا لها سميه اخرى ديروا لها سميه اخرى، تنسيقيه مغاربه العالم للدفاع عن معتقلي الراي، وغادي نشدو داك الدوسي وغنحطوه لكم. دابا نتومايا باغين سميتو، شوفوا لعندكم شي استراتيج في المغرب، لعندكم شي واحد ماشي غبي حيت كيبانوا ليا غير الاغبياء، عندكم شي واحد تيفكر شي شويه، حتى هذوك اللي كانوا مع الحسن الثاني راه شرفوا يمكن ما بقاش كما كانوا شحال هادي كبروا صافي، ماشي الاخر هذاك الشيء الجديد كله غير دي نيمبورط كوا. دونك لا شي حد عندكم في المغرب كيفكر واش تفكر مزيان، حنا غنحطوا لكم هذا الملف في 47 دوله وشوفوا لي ريبيركوسيون الانعكاسات هذا الشيء على جميع المستويات. شوفوا هذا الشيء، شوفوا شي واحد تيفهم حيت ما بان لي حتى واحد ما تيفهم، بوتيت عندكم شي حد في المغرب تيفهم. الملك ما غنهضروش عليه لان الملك شنا مؤخرا مريض، ومنين من الملك مريض وهاد التخربيق ولاو عا كيخربقوا السياسه الخارجيه، التخربيق كلشي تخربيق، ما عارفين لا قانون دولي لا والو، يعني صم بكم لا يقشعون. دونك قلنا لمن غنقدموا في كل دوله، لرئيس الوزراء، المعارضه، البرلمان، الخارجيه، في كل دوله.
والمهم غنركزوا على دوك الدول دوك اكس 47 كاينين في مجلس حقوق الانسان في الامم المتحده، غتكون هذوك 47 نشوفوا منهم ديك 20 ثاني اللي غادي نبركوا عليهم مزيان، دوك لي جي 20 هما اللي غادي نبقاو ندقوا عليهم مزيان، لان هاد لي جي 20 كلهم ضاو على اتفاقيات احترام حقوق الانسان، وملي غتحط لهم داكشي اوفيسيال ما عندهم منين يديروا لها هك لهك القانون ديالهم، القانون اللي هما مضاو عليه تيقول لهم باش يديروا عقوبات على ديك الدوله اللي ما احترمات حقوق الانسان. مهم قلنا مجلس حقوق، يعني الخطوه الاولى غنطلقوا يعني كل ثلاثه ولا جوج في كل دوله غينطلقوا الحكومه ديال ديك الدوله وغيحطوا لها الملف وغيتابعوا الملف هادي ونشوفوا المغرب حتى خرجتوا لينا. شوفوا حنا بغينا حنا ما كرهناش كلشي يكون فرحان، لان هادشي الا مشى بعيد ومشى للمحاكم وداكشي راكم عارفين فين غيوصل. هاد الناس خرجوهم، ماشي غير تخرجوهم، خرجوهم وعطيوهم التعويض ديالهم اللي ديت لهم سنين من حياتهم هباء منثورا، تخرجوهم من المعتقلات وتعطيوهم التعويض وتعوضوا كاع الناس منهم انا كاع الناس اللي ظلمتوهم، وخليو المغرب يمشي مزيان. فعود من بداو حنا مدابزين، حنا مغاربه كلنا، وراه ما كاينش شي مغربي اللي ضد هذاك اللي تيقول لك انايا ضد النظام. واش ديتو لي حقو عذبتو وجلستو على القرعه؟ شنو بغيتي يقول لك؟ بغيتي يقول لك انا مع النظام؟ عطيه حقو ودير لي معاه المصالحه وراه هو يولي معاك يقول لك عايش الملك. وانتم راه ما تتفكروش، راه انتم هادو دابا اللي كاين في هاد المؤسسات المغربيه الاغبياء، هما يمكن كيخدموا الامارات ولا شي حد حسب التسريبات اللي خرجات، الاكل بزاف خدامي الامارات وباغين يعني الاطاحه بالنظام الملكي في المغرب. انا قلت لكم تسريب، يلا سيروا قلبوا عليهم. هضرنا على مجلس حقوق الانسان، ومهم يعني انايا درت لكم غوسو مودو يعني نتو، ما بغيتش نطول عليكم بزاف باش نكون بغيف ويكون داكشي الميساج غادي نيشان. العائلات عطيونا شكون هاد الناس هادو اللي في المعتقلات، بغينا ملف قد هكا غنحطوه في جميع الدول وغادي ندقوا مزيان على الامريكان. الامريكان ما كرهش يكونوا شي خمسة، ونزيد حتى انايا كلنا غادي ندفعوا لمجلس الشيوخ والبايدن والكاميلا هاريس والوزير الخارجيه معقل. المهم هادو كاملين غادي ندفعوا لهم الدوسي ديال عدم احترام حقوق الانسان بالمغرب فيما يخص ملف معتقلي الراي. وبغينا يعني هاد المجموعه اللي هضرت عليها، ربما هناك اناس اخرين انا نسيتهم ولا كاينين وانا ما عارفاهمش، يعني يتواصلوا معايا. وهاد هاد الناس هادو اللي ذكرتهم وحتى اللي ما ذكرتهمش ما غاديش نبقاو، يعني انا عطيت استراتيجيه جلوبال يعني بصفه عامه، ما هضرتش في التفاصيل لان التفاصيل غنديروا مجموعه ديال الواتساب ولا شي مجموعه، غنديروا مجموعه وندخلوا ديروا رقم جديد وندخلوا كمجموعه ونخدموا فيها على على الاستراتيجيه وعلى يعني اون ديتاي يعني بالتفصيل المفصل، يعني شنو هي الخطوه الجايه، شنو الخطوه اللي موراها، ونخدموا واخا كل واحد في بلاد نخدموا اون باراليل، كل واحد يعطي لافي الاخر نقادو من هنا ونقادو من هنا. وشي كاينين اخصائيين اللي شتانا، كاين القانون الدولي، كاين الاقتصاد، كاينين بزاف تبارك الله وصلى عندي في الدكاتره في الجامعات وداكشي، يعني نتجمعوا كاملين. وخاصه هاد الناس ايضا اللي عندهم هما تعرضوا للظلم وعندهم جنسيات اخرى وهم في بلدان اخرى، حاجب هذاك اللي في اسبانيا، المهم انا ذكرتهم هادوك هاد الناس كاملين تواصلوا معايا. والشعب المغربي راه شناها، هما الحاكمات كندا شنو داروا ليها، اليوم شنا المظاهرات في روسيا اللي هي تعتبر يعني دوله بوليسيه يعني بامتياز، شنا المظاهرات ملي شدوا ليهم رئيس هذاك المعارضه ديالهم. يعني المغرب حنا ما قلناش لكم نزلوا ولا شي حاجه، حنا قادين بشغلنا، لا تجمعنا المغاربه العالم غير هادو اللي ذكرت، راه غنسطيوكم حنا، راه كل واحد فينا بوحدنا مسطيناكم، عاد لا تجمعنا. كنطلب من اليوتيوبرز الدنيا الفلالي تحفه كاع لي يوتيوبرز اللي كاينين، اللورد ابي كلشي، ماشي يبارطاجي هاد الفيديو، يديروا حلقات ويهضروا يهضروا على هاد المبادره اللي انا كنهضر عليها باش توصل لاكبر عدد من الشعب المغربي. يديروا حلقه
ياك حنا كاملين مع ان معتقلي الراي يعني يطلق سراحهم في المغرب، ديروا حلقات اومام طون دابا كل واحد يخرج بالحلقه الجايه يهضروا على المعتقلين وعلى هذه المبادره اللي بغينا كاملين نكونوا يد وحده. انا راه ما تنهضرش مع المرتزقه ولا يسحب لهم برا راسهم، كنهضر معاهم ولا هذوك اشباه الرجال، كنهضر مع الرجال اللي سيدي مولاي ولا لا مولاتي اللي ذكرت الاسماء ديالهم. هذوك هما الناس، هذوك هما اللي غيقدروا يهزوا المشعل. ما كنهضرش على المرتزقه وهذوك اورجو. دونك هاد الناس، هاد اليوتيوبرز يديروا حلقات، الا بغاو يبارطاجيو هاد اللايف ديالي يبارطاجيو، بغاو يديروا حلقه تخص المعتقلين بهاد المبادره اللي انا قلت عليها دابا يديروه. يعني بغينا كلشي يهضر على المعتقلين وماشي غير الهضره. حنا دابا انا وصلت شنو غنديروا على ارض الواقع، لان انا جو سوي اون فان داكسيون، انا كنبغي لاكسيون يعني الانجاز على ارض الواقع، ما بقاش نهضروا. يعني شنو غنديروا على ارض الواقع؟ بغينا غير الملف، هذوك الاسر ديالهم يعطونا الاشخاص، كل واحد يعطونا ورقه تعريف ديالو، نجمعوا داك الملف وغادي. المهم حنا غادي نخدموا، انا قلت استراتيجيه العامه، هاد الفريق هذا اللي متفق وسميتو يتصل بيا، غنديروا يعني تنسيقيه ديال مغاربه العالم، وغنخدموا اون بريفي، وغادي الناس يعني البوبليك غنعطيوكم فين وصلنا وشنو درنا. ولكن استراتيجيه داكشي اللي ما كيعرفش يديروا المغرب وما عرفش يديروا في ملف الصحراء، حنا غنديروه للمعتقلين، الملف المعتقلين، وغنخدموا يعني حنا كاينين مختصين بجميع الميادين، غنتجمعوا وغادي نخدموا على هذا الملف مزيان. انا قلت كلشي تقريبا، غير كيبقاو جزئيات واختلاف من دوله لاخرى غادي نقدروا نهضروا عليهم. وكنطلب من الشعب المغربي، راه شفتوا كاع الشعوب، يعني الشعب الميت الوحيد هو الشعب المغربي، كنشوفوه تبارك الله وصلى عنبي، راكم عمتو جو ميكسكوز بور لو تام مي في الفيضانات، عمتو في الخره ديال الصرف الصحي، وشافكم العالم وانايا زعما ما لقيت الارض تحلهم تخشى فيها، لان هاد الفيديوهات جابوهم ليا الكنديين، قالوا لي شوفي بلادك اش فيها، خدامين عندي ماشي انا اللي خدامه عنده، خدامين عندي جابوا لي الفيديو، قالك شوفي المغرب بلادك اش فيه. دونك محمد السادس راه الشعب ديالك تيعون في الخر ديال مياه الصرف الصحي. المهم حنا عارفين انك مريض وشنو، ولكن قلتي لنا نعاونوك على الفساد، حنا خارجين بيدينا وبرجلينا كنعاونوك باش نحيدوا الفساد ياك. حنا المهم مغاربه العالم كلهم اللي يعني الشخصيات البارزه غادي نخرجوا نعاونوك على اسقاط، نحيدوا الفساد، لان بالنا هاد العصابات كثروا ما بقى حتى حد قادر عليهم، ولا جو سي با سي سكو جو فو. سمحوا لي الا كنخلط شويه بالفرنسي. دونك الشعب المغربي حنا ما كنطلبوش منك تخرج للشارع، لان كاينه كورونا وكاين بزاف الحوايج، ولكن شنو غادي نطلبوا منك؟ الا بغيتيو تقولوا بانكم شعب حي باقي حي، هذوك اللي كتخرجوا تقولوا في فيسبوك تلقوا صراحه المعتقلين، وديروا عارضه في هذاك change.org، دخلوا ديروا عارضه وكتبوا كل واحد يسني بسميتو يطلق صراحه. هذيك العارضه لا بغي اللي جمعوا فيها تقدروا ديروا لاي ملف، غير باش تقولوا لنا انكم راكم باقيين كاينين عايشين، كاين واحد الشعب مغربي في هذيك البقعه الجغرافيه، كاين تما شي شعب سميتو الشعب المغربي. اوكي، اما الدوسي حنايا ما بقيناش كاع تنقولوا واش باقي فيكم شي امال، ولا حتى كتسناو تجيكم، ما نعرف ثوره الجياع راه هي جايه في الطريق، ولا ما عرفناش شنو، حنا ما بغيناش نوصلوا حتى لهداك الشيء، ما بغيناش نوصلوا حتى للثورات، بغينا هذا الشيء امورتيغ هذا لو شوك اللي كنشوفوه جاي، لا مورتيغ، لان راه بقى الفساد جاي بحال هكا، راه المغرب الباطو كلشي غيغرق، حتى هذوك راه ما عندكم فين تهربوا، كيسحب لكم تهربوا، راه سير شوفوا بن علي وهذوك الاقرباء ديالو، جمدوا ليهم الحسابات في كندا وجراو عليهم، يعني راه الدوله اون فوا كينوض الشعب راه غنجراو عليكم، حتى هذوك اللي هربوا دابا ديجا هربوا، مشى هذاك الياس اللي مشى لاسبانيا وداك الشيء، راه اون فوا لا ناض الشعب غدا اسبانيا تجري عليك. مهم انا تنقول لكم هادشي اللي ديجا شفناه على ارض الواقع مع داكشي اللي طرا في تونس، ما بغيناش حتى حنا نوصل، بغينا المغرب يستافد من هاد التجارب اللي كيشوف، يستافد من هاد التجارب اللي كيشوف، وما يوصلش حتى لهادشي. حيدوا الفساد، كاينين وزراء فاسدين يتحاكموا يدخلوا، هما اللي يتضربوا ب 20 عام ديال
ديال الحبس ماشي السفسافي وماشي بو 20 وماشي الراضي وماشي منجيب وماشي 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 المول كاسكيطا وماشي بو الدوح. هذوك الناس غير هضروا لا حول لا غير هضروا على الراي ديالهم، ما شفروا فلوس للبلاد، ما نهبوا، ما هربوا، ما حتى شي حاجه. المهم انا تنظن انني درت لو تور ديال المفيد. المغاربه قولوا لنا راكم باقيين واحد الشعب كاين في هذيك البقعه الجغرافيه، ديروا واحد العارضه في change.org، قولوا انكم كطلبوا باطلاق سراح المعتقلين، ما تخرجوا ما تظاهروا، كاينه كورونا، كاين بزاف د الحوايج، ديروا عارضه وسميتو باش نعرفوكم راكم كاينين، لان راه حتى واحد ما غيخرج يدافع على هاد الناس. كندافعوا عليهم لانهم هضروا بسميت الشعب وما كاين حتى حد اللي يدافع عليهم، شنا هادشي غادي وغادي وكيزيد. ما انتم ما تسناوش حتى شي دوله تجيب لكم حقوقكم، بلي كنجيب لكم حقكم، ولا حنا مغاربه العالم ولا شنو، حنا غنجيبوا حقوق مغاربه العالم وحقوق هذوك الناس اللي في الحباسات. المهم anyway، الا نتوما ما كانش عندكم الاراده راه حتى شي واحد ما غيجيبها لكم، ما كايناش هذه، راه كل دوله كتدافع على المصالح والحقوق ديال الشعب ديالها. وداكشي كندا كتدافع على الشعب ديالها، امريكا كتدافع على الشعب ديالها، انجلترا كتدافع على الشعب ديالها، سويسرا كتدافع، كل دوله كتدافع على الشعب ديالها، على الشعب ديالها. ما يجيوش يدافعوا على حقوقكم نتوما، حنا حنا شنو كمغاربه العالم لافونتاج اننا عندنا الجنسيه مثلا ديال هاد الدوله المتقدمه، وعندنا الجنسيه المغرب، يعني نقدروا نجيبوا هذاك الملف ديال هذوك الناس المظلومين ونديروا به لو تور دي موند ونديروا لا بريسيون، ولا بريسيون كيكون عندها لي ريزولطا. داكشي اللي ما عرفوش يديروه الدبلوماسيين والخارجيه المغربيه في ملف الصحراء، حنا نديروه للمعتقلين، لان حنا عشنا انا عشت 3 سنين ديال الارهاب من الدبلوماسيه المغربيه وديال السرقه وديال بزاف ديال الحوايج، كنحس بهاد الناس. وما يمكنش اي انسان عنده ذره الانسانيه والكرامه ما غاديش تحرك فيه شي حاجه، على الاقل ديروا غير عريضه وقولوا لنا حنا الشعب حنا عايشين لاطلاق سراح المعتقلين. المهم درتوها هي هذيك، ما درتوهاش الله يعاون العونات. حنا كمغاربه انا المهم جو في ابل، كندعو هاد المغاربه هاد الشخصيات هادو اللي ذكرتو اللي حتى اللي ما ذكرتش، اننا نخدمو في نطاق تنسيقيه مغاربه العالم للدفاع عن معتقلي الراي، ونمشيو بعيد بالملف ديال هاد الناس وحتى الملفات ديالنا اونصامبل، وان شاء الله راه كلنا نخدمو يد وحده، وما كيضيعش الحق اللي كيمشي موراه، ما ضاع حق من ورائه طالب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى ملف اخر. انا راه غدا نبقى نخرج لكم كل مره، نخرج لكم كل مره نخرج لكم بلادنا هذيك، كنشوفوا فيها كتضيع، كنشوفوا بزاف الحوايج اللي يعني تفوق الخيال، تفوق الخيال. ولكن هذا الملف هذا سبقته على الملف ديالي، لان ناس معتقلين ولينا كنشوفوهم كيهزوا الكفونه اللي قريتها اليوم، يعني يفو فيغ كيلكو شوز. وكنطلب منكم يعني حتى اللي ما قد يدير والو حتى يسني على ديك العريضه، بارطاجي هذا الفيديو باش يوصل للاسر ديال هاد الناس اللي عندها ولادها في الحباسات، بارطاجيه باش يوصل حتى لليوتيوبرز اللي عندهم يعني شعبيه، حتى هما يديروا حلقه ولا يبارطاجيوه لو ماكسيموم، لان هذا ماشي الملف ديالي انا ولا سميتو، هذا ديالنا كمغاربه، مغاربه راه حنا راه ديك الارض راه ديالنا، راه حقنا تما، راه والله ما تخلوا لكم لا على صحراء ولا على حتى شي حاجه. مهم هادشي، هادي ملفات اخرى غنرجعوا ليها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، والى لقاء جديد ان شاء الله.